إلى الجنة الإسلامية. مالها؟ جنة مالها؟ طبعا ما فيها ماء زلال وخمر وعسال وحاجات جميلة بالشكل ده، وحوريات وغلمان وأكل وشرب وشغلانة. عارف بيقول عليها إيه الجنة؟ شيخ قبانجي يشبه الجنة بحظيرة الحيوان. يا بوي طبعا طبعا عندك الموقع اهو، الدليل والبرهان. انا مش هعمل زي محمد وما اجيبش دليل ولا برهان على كلامي، لا اهو. طب نسمع الحتة دي. والله انتوا تصوروا هذا الجنة الموجودة، يعني انا اسميها حظيرة اغنام. تمام. وبقى مش بس كده، لا ده بيكمل بقى. ليه الراجل بتستخدم المنطق اهو، بيقول يعني فقط في الجنة أكل وشرب وزواج وشرب خمرة، يعني أي معلم من معالم الإنسانية ما موجود. يعني زي إيه يا قبانجي؟ قال زي الإيثار، محبة الآخرين، يعني الإبداع، شو أمومة، حتى الأمومة ما فيها. لا طلع حظيرة أغنام يا شعب الله. تعال نسمع الكلام منه. يعني فقط أكل وشرب وزواج وشرب خمر، يعني اي معلم من معالم الانسانيه ما موجود. فالايثار مثلا، ابداع، شغل، امومه، حتى الام مسكينه هناك ما تقدر تولد، لان ولاده بها وجع، وانه الجنه ما بها وجع، يعطوها شنو؟ ولدان مخلدون. يا انا ابني هو هذا الوجع لطيف، ما يصير. الابوه ما موجوده، أبوة ما موجودة، ما في شيء حلو له معنى راقي موجود في الجنة. كل اللي في الجنة بلاوي سودة. شوف بقى بيقول عنها ايه، بيكمل الكلام ويوصفه ازاي. بص هقراهولك برضه، بيقول ناكل ونشرب شنو فقط؟ غرائز حيوانية. هذه الغرائز الحيوانية دول الهمج العرب الجاهليين كان يتكيفون عليه. يعني بيتبسطوا لما يجيب سيرة الايه، الكلام الجنسي والاكل والشرب والحاجات دي، يتكيفون. الله، فمحمد عايز يكيفهم، فبيقول لهم بقى الجنة فيها من الحاجات اللي تبسطهم يعني. فهو بيقول كده ويكمل يقول احنا قطعا إذا الله يقول لي ادخل الجنة، يا بختك يا قبنجي، ربنا بيقول لك ادخل الجنة، هتقول له ايه؟ تقول له ايه؟ يقول كده أنا أول من يرفض دخول الجنة. يا سلام، برافو قبنجي، جنة البهايم ما تنفعوش، جنة الأغنام ما تنفعوش، جنة الغرائز البهيمية ما تنفعوش. لما ربنا هيقول لي خش الجنة دي أقول له لا أنا برفض مش عايز. الله الله. طب وأنت مصيرك إيه يا أخي المسلم؟ هتروح جنة الأغنام برضه؟ أنت مصدق الكلام ده؟ يا عم دي أوهام. محمد كان بيغري جماعة الجاهليين بالوساخة ديت، محرومين منها، فبيديهم العسل والخمر والحاجات دي كلها، انهار، يعمل بالكوز كده ولا يكلف نفسه يعمل بالكوز ده، الغلمان هم اللي هيعملوا العمليه دي ويشربوه. وهم وهم وهم. برضه هتبقى دي اخرتك يا حبيبي، فكر في اخرتك.
احنا بنعرض عليك الامور وانت تتصرف زي ما انت عايز، تقتنع ترفض زي ما انت عايز، دي مشكلتك. بس ربنا وصل لك الحقيقة على ألسنتنا وعلى لسان الشيخ القبانجي، ماشي. بعد كده بقى القبانجي، الشيخ القبانجي، شيخ احمد القبانجي بيقول ايه عن اله محمد ورب محمد؟ طبعا ده الصفوة الكلام وخلاصة الكلام. بيقول ايه الشيخ القبانجي؟ يقول لا اؤمن برب محمد. مش رب شنو؟ يعني هاي فقط غرائز حيوانية، هاي الغرائز الحيوانية دول الهمج العرب الجاهليين كانوا يكيفون عليها. احنا قطعا اذا الله قال لي اطب للجنة انا اول من يرفض دخول الجنة. يا حرام الكفار بيستحوا في بحر النار، جاء يوم الحساب كما جاء في الكتاب. شوفوا محلى المؤمنين زي الولاد الشاطرين، بإيد الله ماسكين وفايتين عالجنة، والجنة حلوة كتير فيها نبيد وفيها عصير، شجر وفيها نبات وفيها كمان أحلى بنات، فيها ملان صبايا سكسيات بلايا، كل مؤمن بأخذ 70 ويا نيال المؤمنين. ويا حرام الكفار بيسبحوا